من القامشلي معي مراسلة أخبار الآن روناك شيخي. روناك مساء الخير، كانت هذه آخر تطورات التي وصلتنا، هل ما زلنا نتحدث عن اشتباكات بدوار النعيم وأي جديد، وماذا يمكن أن نعرف عن أهمية وخطورة ما تبقى من الرقة تحاول قوات سوريا الديمقراطية استعادته؟ روناك تفضلي. طبعا دفاعات داعش بدات بالانهيار بشكل ملحوظ، وخاصه في الجهه الشرقيه من مدينه الرقه، كما ذكرت الاشتباكات مستمره في محيط دوار النعيم وسط المدينه. الاشتباكات ايضا تدور باتجاه مشفى التوليد على اطراف حديقه الرشيد وحي الامين وحي الدريه. اما فيما يخص الجزء الباقي من مدينه الرقه فتكمن خطوره هذا الجزء في تحصن داعش داخله وحصده للكثير من المدنيين داخل هذا الجزء، حيث يقوم تنظيم داعش بواسطه مصدرات الصوت بمنع المدنيين من الخروج دعمهم كدروع بشريه. طيب المسافه التي استعادتها قوات سوريا الديمقراطيه والمساحة، ماذا تقول لنا عما تبقى فيما يتعلق بصعوبة في يعني كأماكن كنقاط فيها وكجغرافية هذه النقاط أيضا؟ طبعا ما يكون الخطورة لا جغرافية هذه الأماكن فقط، ولكن باعتبارها أصبحت آخر النقاط التي تتمركز فيها تنظيم داعش، وبذلك هو يحتاج الكثير من المدنيين داخل هذه المناطق. من هذا الامر جزء المدنيين استخدامهم كدروع بشريه وزرع الالغام لمنع خروجهم من داخلها. طيب الصوت يتقطع، على اي حال حاولنا قدر المستطاع واستفدنا من وجودك معنا، شكرا على المعلومات مراسله اخبار الامن القامشلي روناك شيخي.